هلا هلا، رمضان كريم. اليوم فطورك عندنا يا ريال، موعد الوالده اليوم. ما يصير اليوم فطورك عندنا دام شفناك. لا جد مشغول في الوالده يا ريال. بيت قريب من هنا، تشوف البنايه هذه، البيت اللي عندنا هذا دقيقه. يا اخي ما بفطر، غصب شو غصب. الو فضيلة الشيخ، لقد داعبت زوجتي وفعلت بعض الامور الفوق ال 18، فما حكم ذلك؟ عيب عيب يا اخي، عندك اطفال يتابعوك. كنا نعرف ان لا حياء في علم الدين، وان هالاسئله تتردد في كل رمضان، وان صارت حاله اجتماعيه لازم نتكلم عنها. شيخي الفاضل شيخي الفاضل، زوجتي قالت في ديتك هذا يبطل الصيام ام لا؟ really nigga. شيخي الفاضل شيخي الفاضل، زوجتي غمزت لي، هل في كفاره في ذلك؟ يعني انت عندك 11 شهر ما لقيت تداعب زوجتك الا في نهار رمضان، و11 شهر يا تهيت بالشوارع يا مقاهي يا تضرب يا زوجتك. انت شوفي انت كاي ليك واحد جبهتها 70 خريف فوق، اذنها طايحه كانها براطم جمل، ويتكلم في التليفون يقول لك قد داعبت زوجتي. داعبوك الجن، قول امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اسف انا اسف. فيك يعني برنامج حركات يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم على الجميع. شو يعني رمضان؟ يعني صيام. شو يعني صيام؟ يعني ما تاكل الين ما يأذن المغرب. في نهار رمضان تطلع من البيت وتروح السكة وتروح على زاوية الطريق وتاكل تونة، انت تتعاطى نعل، انت قطة شوارع. الحين لو تبي تروح حمام تحفر رمل تقضي حاجتك. هذول الناس العاديين، انتم ما شفتوا الاغنياء اصحاب النفوذ؟ هي مفطر ما يفطر على اشياء عادية، كافيار وتونة وصوص. انت مو قطة شوارع، انت قطة بيت، حتى مسوي لك حمام صغير في البيت عشان تقضي حاجتك. الحين كل هالمذلة وتاكل في نهار رمضان كله عشان تونة؟ الله يهديك تونة. هذه أكيد قطة سودة فيها جنية. حسبي الله ونعم الوكيل. مياو. هذا ممكن مكتب ميثا. السلام عليكم أخوي، وين ميثا؟ هلا أخوي أحمد، أنا ميثا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنتي ميثا؟ أنتي ميثا ملكة جمال المكان اللي موقفة الناس بالطوابير الخطاطيب. أنتي ميثا اللي شوفك من قدامك تطيح من جمالك. شو صار فيك؟ شو سوفيتك؟ تعرف يعني رمضان كريم وشي، يعني ما أقدر أحط ميك اب. زين بسألك سؤال، ليش ما اختفيتي بداية رمضان؟ او ماي جاد، شو السالفة؟ ليش؟ لأن الشياطين تختلف في رمضان. سخيف، اطلع برا.